بطبيعه الحال جسم المحاماه وخصوصا الشباب يعتمد فيهم يعتمد من خلفيه المحامين السياسيه. البعض كيطرح السؤال الى اي حد ان هناك توجه سياسي معين يعتمد داخل هذه الحركه الاحتجاجيه من اجل رفع المطالب ككل، ام انها مهنيه صرفه هذه المطالبات؟ لا لا، شوف باش ما نحاولوش نعطيو شي حاجه اللي ما كايناش. ما هو سياسي؟ انا ما نقدرش نقول لك بانه حاضر في هذه الحركه الاحتجاجيه، وابدا واش يكون حاضر، لان حتى اجتماعاتنا ديال الفيدراليه والقرارات اللي كنتاخذوهم نهائيا واش كنوضعوا العامل السياسي، وحتى داخل اعضاء الفيدراليه كاين مجموعه ديال مختلفه الالوان السياسيه داخلنا، ولكن ما كتكونش مطروحه نهائيا، وما كيعنيش بان الوزير فلان كينتمي لحزب سياسي غادي نكونوا ضده او لا واحد الجهه سياسيه، لا ابدا. هذا حركات احتجاجيه حقوقيه مهنيه الصرفة لا تمت صلة بأي جهة سياسية ما، وبالتالي على أنه الحركة التجارية كانت باش بدأت الحكومة السابقة وقبل ما تكون هذه الحكومة هذه كنا عندنا مجموعة ديال التصورات والمطالب، حتى من كان الوزير العدل امتحان الشراكي اللي هو السي بن القادر، كنا عندنا مجموعة ديال المؤاخذات على التعاطي مع قانون المهنة وكيفاش كيتم يعني الإعداد ديالو مع جمعية تيار المحامي المغرب. وهذا الوزير اللي كان عندنا واحد الموقف اللي طبعا تعاطي مع قانون المهنه، وسيظل لنا الموقف وسنحتج. كيف ترون معالجه كسؤال الاخير الوزير الوهبي لقطاع المحاماه خصوصا على ضوء الخرجات الاخيره ديال فيما يخص الضرائب وكذا؟ نقدر نعطي موقف، حنا الموقف نعطي موقف شخصي ديالي باش ما نقولش موقف ديال فيدراليه المحامين الشباب بالمغرب، لانها ما عبرتش على شي موقف من خلال البيان. كانوا مواقف اللي كان الموقف ديال نقابه المحامين بالمغرب من خلال هذه الخرجات الاعلاميه ديال وزير العدل، اللي كنعتبرنا واعتبرناها على الصعيد المحامين باننا كان عندنا واحد الغضب ديال التعاطي، لان اولا ملي كيجي وزير العدل وكيقول لك بان 90% ديال المحامون ما كيخلصوش الضرائب، انا كنتسائل منين جاب هذا المعطى، هذه واحد. ثانيا انت كوزير العدل شنو علاقتك بالضرائب ديال المحامون؟ هذا قطاع ديال الضرائب، المفروض ان اداره الضرائب وزاره الماليه هي اللي تعبر وتقول لك، لانهم اللي عندهم الاحصائيات. ثانيا الواقع ديال مهنه المحاماه باش نكونوا شويه في اطار الوضوح، انا كنت كنتمنى وزير العدل فاش يعطي هذا الرقم هذا يقول لنا شحال من محامي ما عندوش مكتب، شحال من محامي، شحال المدخول ديال المحامي او عامه المحامون. كاين مكاتب على حافه الافلاس كنظن. لا اكيد، راه خاصه هذه الظرفيه. دابا حنا ملي كنهضروا على نرجعوا للنقطه ديال الولوج لمهنه المحاماه، ملي كتجيب لي 5000 محامي كتدخلوا بشكل يعني كل 3 سنوات للمهنه دون انك دير واحد الاحصائيه وتعرف واش هاد الناس خصاص، واش كاين شي خصاص، واش عنده فين يتمرنوا، واش كاين ملفات، واش كتفتح افاق للمحامون باش يشتغلوا. خصوصا الاستاذ محلى يونس انه في اداره في ظل انه ميلاد مكاتب الاستشاره هذه اللي كتضيق ربما حتى على المحامين. راه ما كاينش غير مكاتب استشارات، راه كاين دابا بعض باش ما نذكرش الاسماء والصفات ديالهم، راه كيمارسوا المهنه ديال المحاماه بواحد الشكل اخر. فهمتي؟ هما غير محامون؟ لا غير محامون. دابا شوف، هو باش نكونوا مهنه المحاماه كتعيش مشاكل كثيره، ونقب انه مجالسنا وان كانت عندنا واحد المؤاخذات ولكن كيقوموا بواحد المجهود من اجل المحاربه، ولكن الاساسي هو ان الاجهزه القضائيه من نيابه عامه وسلطه قضائيه على انها تساعد في محاربه ديال هذه الظواهر. لان انا منين كنقول بان المحامي يحتكر مهمه الدفاع، انا ماشي كنحتكرها لمصلحتي كمحامي، انا كنحتكرها من الناحيه القانونيه لمصلحه المتقاضي، لان المتقاضي ملي غيمشي عند كاتب عمومي وغيمشي عند واحد الجهه التي تدعي بانها تعرف القانون، اذا هي خارج الرقابه ديال وزاره العدل اللي كتشرف على الامتحان، وخارج الرقابه ديال مجالس الهيئات، اذا الا وقع شي مشكل لهذاك المواطن راه يكون هو الضحية الأول والأخير، وخاصة أن كاين مجموعة ديال الحقوق راه كتضيع غير بالنسبة للأجلات والشكل. إذا أنا كنظن بأنه السلطة القضائية
بالمكونات ديالها خاصها تاخذ يعني زمام الامور بجديه وتعامل مع الظاهره ديال السمسره وهذا النوع ديال الناس اللي كيمارسوا مهنه المحاماه بغطاء اخر بمحمل ديال الجديه. وبالتالي باش نختموا هذه النقطه انه دائما وزير العدل مفروض على انه في هذه الخرجات ديالو يحاول ما امكن يتواصل مع جمعيه هيئه المحامين المغرب لان هي المحاور التاريخي. دائما الخرجات الاعلاميه كتكون سلاح ذي حدين لان حتى التواصل بعض الاحيان كيخصو يكون عنده واحد الضوابط اللي كتراعي هاد الفئه من راه ماشي غير من المحامون راه كان خروج ديال واحد المجموعه ديال القطاعات اللي عبروا الاحتجاج ديالهم. وبالتالي كنعتبر بان حاليا وزاره العدل المفروض على انها عندها اوراش كثيره منها قانون مهنه المحاماه منها القانون الجنائي المسطره الجنائيه المسطره المدنيه اللي مفروض على انها تاخذ زمام الامور في هذه الحركه التشريعيه وتقوم بالدور المنوط بها على اكمل وجه. سي سيد يونس قربيل الكاتب العام لاتحاد محامين شباب الرباط، شكرا جزيلا لك. العفو، مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا. شكرا وعلى اللقاء.